وللحديث عن خطوات إيران برفع مستوى تخصيب اليورانيوم وردود الأفعال الأوروبية إزاء ذلك، ينضم إلينا عبر الهاتف من ملبورن المتخصص في الشأن الإيراني والأحوازي السيد ميثاق عبد الله. سيد عبد الله، مرحبا بكم. يعني كما استمعتم، بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران إلى عقد اجتماع طارئ، وذلك بخصوص رفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم. ماذا بعد هذه الدعوة؟ هل نتوقع ردا أوروبيا يتجاوز العقوبات الاقتصادية سيد عبد الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم وحيي المشاهدين الكرام. طبعا يرى الخبراء أن التهديد الأمريكي أقرب إلى شراء الوقت من خلال خطوات واقعة أصلا، فما أعلن الرئيس الإيراني هو نفس ما فرضت عليه الولايات المتحدة حضرا قبل أيام. طبعا قبل أن يبرم الاتحاد الاتفاق النووي ما بين طهران وواشنطن، كانت إيران تملك أكثر من 30 ألف طن من اليورانيوم المخصب أو الماء الثقيل، فهذا ليس بجديد. وبعد الاتفاق النووي ما بين واشنطن وطهران، غررت طهران بأن تصدر اليورانيوم المخصب إلى الخارج عبر الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إيران لن تلتزم بهذه الأمر، حيث إيران تريد أن تفرض الريادة والسيادة في المنطقة العربية. ولكن بالنسبة أنا برأيي أني أرى هذا الأمر مجرد بعبع في المنطقة. أمريكا لا تريد الإطاحة بالنظام الإيراني أبدا، لأن النظام الإيراني هو البعبع الذي يتصدر قائمة البيت الأبيض. سيد عبد الله، يعني كما ذكرتم كانت إيران تمتلك 30 ألف طن من الماء الثقيل. هناك من دخل على خط الأزمة وربما يحاول إنهاءها. على سبيل المثال، مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دخل على خط الأزمة، هل سينجح في مهمته؟ طبعا دائما كانت الاتحاد الأوروبي كان دائما يدعم إيران من اجل ان من خلال السينكس التي غررتها الولايات المتحده البريطانيه وكذلك فرنسا والمانيا والصين من اجل دعم الاقتصاد الايراني. فلذلك انا برايي ان اوروبا لا تريد ان المزيد من العقوبات على ايران، حيث ان ايران لها داعم كبير لاوروبا من خلال الغاز التي اصدرتها الى اوروبا. فلذلك أوروبا حتى الآن تحاول تهدئة الأمور ما بين واشنطن وطهران، حتى أن يكون المستفيد الوحيد في هذا الوسط هو أوروبا. أما هذه الأزمة قد تستورد في الشرق الأوسط وتهدد تهديد كبير، حيث أن اتفقت إيران وأمريكا على إنشاء القنبلة النووية، وأنا برأيي أن إيران لديها اليورانيوم أو الماء الثقيل الكافي لإنشاء ما بين 5 إلى 10 قنابل نووية من حيث اليورانيوم المخزن لديها. طبعا لديها إيران أكثر من 20 ألف من المركز الطرد إنشاء القنبلة النووية، ومن خلالها أنشأت طيب 2 أخرتين في مدينة أراك الإيرانية. طيب سيد عبد الله، لو يعني تطرقنا إلى التهديدات الأمريكية، آخر ما صرح به جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي قال بأن بلاده ستستمر في الضغط على إيران، لكن السؤال المطروح هنا دائما إلى أي مدى سيصل هذا الضغط؟ هل يمكن أن يتحول هذا الضغط إلى مواجهة عسكرية مع إيران؟ والجميع مترقب، ولكن ربما هناك مرونة في التعامل مع إيران من قبل الولايات المتحدة. صراحة التصريحات الأمريكية الإيرانية هي صراحة متناقضة تماما، حيث أن رأيتم أن الرئيس المرشد الأعلى الإيراني صرح أن أساسا تأسيس إنشاء القنبلة النووية هو أمر يغوض الشرعية أو الولاية الإيرانية، وهو لديه مشكلة شرعية. وكذلك ترامب قال بأن إغلاق مضيق هرمز لا يهم الولايات المتحدة الأمريكية، بل المستفيد الوحيد من مضيق هرمز هي الصين وروسيا والدول الأخرى. فهنالك برأيي البعبع التي تصدر القائمة الأمريكية هو الذي
أمريكا تستفيد الكثير من منطقة الشرق الأوسط بسبب هذا النزاع المتواجد ما بين طهران والرياض وما بين طهران وواشنطن. صراحة أنه هنالك لا أعتقد أن يكون أي مواجهة عسكرية ما بين طهران وواشنطن، وأما هذه الضغوط ستغلب السحر على الساحر في الداخل الإيراني، حيث أن الشعوب اليوم على أهب الاستعداد للإطاحة بالنظام الإيراني. وصراحة هنالك ضغوط متزايدة يوماً بعد يوم في إيران، واليوم الشارع الإيراني صراحة يريد إضغاط هذا النظام وعلى أهب الاستعداد لإضغاطه. إذن سيد عبد الله، لا وجود لمواجهة عسكرية مباشرة بين واشنطن وطهران، ولكن هناك من يرى أن الخيار الأمريكي سيكون بتقليم أظافر إيران، وذلك من خلال ضرب ميليشياتها في المنطقة. هل تتفق مع ما طرح؟ طبعا الميليشيات التي في المنطقة طبعا أصدرت إيران أوامر إلى أذنابهم في العراق من أجل إدماج الخشن الشعب العراقي مع الجيش، وذلك صراحة يغوض هذه الأمور التي تريد أن إيران تضرب أمريكا تضرب ميليشيات إيران في المنطقة، حيث أن هذه الميليشيات إذا انضمت إلى الجيش ستكون جزء من الجيش العراقي أو جزء من الجيش اللبناني، وكما الميليشيات المتواجدة كذلك في لبنان. وميليشيا الحوثي اليوم تحارب من أجل إضغاط الحكومة الشرعية في اليمن ومن أن تنفذ أجندة إيران في المنطقة. وهنالك يثرون الدعم الأوروبي والدعم الأمريكي لميليشيا الحوثي للأسف الشديد. فلا أعتقد أن أمريكا تريد استقرار المنطقة، لا دائما وأبدا كانت أمريكا دائما تدعم المنظمات الإرهابية لإنشاء الفوضى في منطقة الشرق الأوسط. من مالبورن المتخصص في الشأن الإيراني والأحوازي ميثاق عبد الله، شكرا جزيلا لكم.